بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة ما هنعمل أكلة جميلة خفيفة أنا بحبها والولاد عندي بيحبوها جدا وسريعة في نفس الوقت. الشيش طاووق الفراخ، أنا جبت فرختين كبار، أخدت الصدور بتاعتهم وشلت الوراك، بتعمل أكلة تانية لوحدها. أخدت الصدور بتاعتهم وقطعتها صوابع، رحت مقطعها قطع صغيرة، طبعا نظيفة وزي الفل وما فيهاش بقى الجلد ازاي والحاجات دي، كل ده اتشال. وبعد ما بقطعها كده حتت صغيرة صغيرة بتبلها بقى تتبيلة حلوة. وبعدين بنجيب برضو الخضار، إذا كان الفلفل الألوان مع البصل مع الطماطم. الطماطم طبعا بنشيل القلب بتاعها عشان ما تبقاش تعملش صوص مية كده وهو بتحمر، وبنتبلها. انا هنا هو تقطعتهم كلهم، هتبلهم بقى، هحط برضو ملح وفلفل وتوم بودر وبصل بودر وشوية بابريكا، توم بودر وبصل بودر وشوية بابريكا مع الملح مع الفلفل، احط عليهم شوية صويا صوص صغيرين كده بس يدوا ايه لون بس للأكل، مع نص معلقة كركم، واقلبهم تقليبة حلوة قوي قوي مع بعض كده اهوت. وبعدين اسيبهم واركنهم كده ايه شويه، ادي نص ساعه ساعه زي ما يكون يعني على حسب الوقت المتاح ليك. وبعدين نجيب بقى الخضار نقطعه. بصوا التتبيله جميله قوي قوي، طبعا هنقلبها تقليبه حلوه قوي ونركنها بقى ايه على جنب شويه، نحطها في حاجه غويطه ونركنها. انا هنا حطيت لها صويا صوص وكل حاجه حطيتها. هنجيب طبعا الفلفل الاخضر، فلفل الالوان الاصفر الاحمر اي حاجه موجوده عندك، مع البصل مع الطماطم، طبعا بنشيل قلب الطماطم زي ما قلنا، هنقطعها برضو قطع صغيره، كل حاجه هنقطعها قطع صغيره كده. وبرضو هنتبلها، بس نخلي بالنا بقى في التتبيله ان انا حطيت ملح على قطع الدجاج ديت او الفراخ، نخلي بالنا بقى ايه واحنا بنحط ايه الملح على الخضار علشان ما يبقاش الاكل مالح يعني. بس انا ايه بعمل في الاول بقى، بس انا يعني ما طلعتش في الفيديو، بعمل البهارات كله مع بعض وبعدين بشيل منه جزء علشان هو ايه يبقى الملح واحد الفلفل واحد. فانا كنت حاطه طبق بس ما جابهاش الفيديو ما جابهوش، حطيت الفلفل معلقه فلفل كبيره ومعلقه ملح كبيره والكركم وكل حاجه حطيتها في طبق، خدت منها كميه حلوه كده على الفراخ والباقي هحطه على التتبيله دي، هتبقى التتبيله معايا واحده. واكتب لكم في الوصف التتبيله المكونات بتاعتها ايه، هي ما فيش ملح وفلفل وكركم وصويا صوص، ولو عايزه تحطي شويه دبس رمان حطي، عايزه تحطي عسل اسود معلقه حطي، ده كله بيخلي الحاجه تتكرمل حلو قوي وهي على النار. وتوم باودر وبصل باودر وشويه كركم، ادي نص معلقه كركم. انا هنا جايبه طماطم، دي طماطم ناشفه لقيت القلب بتاعها مش قوي يعني مش طري ولا حاجه، فقطعتها ايه وحطيتها. طبعا لو هي طماطميه بقى كبيره شيل القلب بتاعها يكون افضل يعني. بعد ما خلاص قطعت الكميه اللي انا عايزاها هتبلها، وبعدين بقى نجيب العصيان بتاعت الشيش طاووق بليها ميه عشان ما تتحرقش وهي على الجريل، بليها ميه او لو هتدخلها الفرن برضو الاول اهم حاجه نقعيها في ميه بتاع 5 دقايق كده وبعدين استعمليها. انا البصل بفصصه بس عشان ما يبقاش حته تخينه ما يستويش، لا كده افضل. انا بس هخلص كميه الخضار بقى كلها وبعدين نتبلها، وبعدين هدخلها في العصيان بتاعت الشيش طاووق واركنها برضو ايه شويه كده على ما بنعمل جنب منها رز، بتعملي مكرونه بتعمليها سندوتشات زي ما انت عايزه، بس احنا عاده بنحب الرز فهعمل جنب منها رز، وهو ابني برضو كان طالب مكرونه هعمله طبق مكرونه وخلاص. بص انا بفصص البصل ازاي علشان ما يبقاش تخين يقوم ما يستويش حلو. هي طبعا القطع الدجاج دي مش هتاخد سوا كتير، الخضار نفسه مش هياخد سوا كتير. وطبعا الجريل بقى تجيب الجريل وتروح عايصاه معلقه زيت كده بالفرشه كده داير ما يدور كده عليه، ورص بقى ايه في العصيان دي.
انا بص خلاص خلصت اهوت، هتبل بقى، احط الملح، احط الفلفل، شويه البابريكا وشويه الكركم، ماشي. انا طبعا باخد من الطبق بالمعلقه كده وبحط تاني شويه دبس الرمان، شويه صويا صوص، معلقه عسل اسود اللي عندك حطيه. كل ده بيخلي الاكل طعم حلو، وفي نفس الوقت بيخلي لونه حلو لما بيتشوي. اهي تاني بصوا، هبدا اجيب بقى العصيان وهبدا ايه اعبيها. طبعا زي ما قلنا العصيان بلاها بالميه، وهبدا ايه نعبيها. طبعا تحطي بقى فلفل الاول، تحطي بصل زي ما اللي بيجي في ايدك، حطيه قطعه كده وبينها مثلا حاجتين، مثلا ادي بقى فلفل اهوت، حطي مثلا طماطمايه ورجعي حطي قطعه تانية زي ما انت عايزه اعملي. يعني في الترتيب ملهاش ترتيب معين، يعني ملهاش ترتيب معين، اهم حاجه ان هو يبقى ايه العود الخشب ده يكون فيه كذا قطعه حلوه، يعني مش مثلا حاجه قليله وبس، يعني كذا قطعه حلوه. بصوا انا ايه هنعملهم بقى كلهم وارصهم بقى ونسيبهم ايه شويه كده على ما اعمل الرز على النار، وبعدين ارجع بقى اجيب الجريل واشويه. بص يبقى مثلا ايه العود فيه كذا قطعه حلوه، بحيث اللي ياكل يعني ياخد عود ويبقى مستمتع بيه. يعني طبعا انت ما بتعمليش بالعدد، يعني هو زي ما بيجي بالبركه بتاعت ربنا زي ما بتيجي يعني، بس طبعا بتراعي كميه الاكل مع كميه الاشخاص اللي هياكلوا معاكي. يعني انا خلصت اول واحد، هاخد التاني، جبت صينيه وهرصه، هخلص بقى كله مع بعضه وبعدين ارجع لكم تاني. انا رجعت لكم تاني هنا، خلصت خلاص اهوت اخر كميه، واوريكم بقى ايه الشكل العام بتاع الحاجه كلها لما خلصت. خلاص انا خلصت اهي الكميه على بعضيها، وابدا ايه بقى نبدا نحمرها ان شاء الله. الصويا صوص او الدبس الرمان او العسل بيدي شكله، بيدي طعم وبيدي ريحه جميله صراحه. خلاص انا خلصت الكميه كلها اهي، هنبدا بقى ايه نعمل. جبت الجريل حطيته على النار، حطيت عليه معلقه زيت، دورت الزيت كده فيه كله من اوله لاخره. نحط بقى كام عود كده جنب بعضه يتحمر من كل النواحي، نشيله ونحط الباقي. طبعا زي ما انتم شايفين انا حاطه معلقه زيت في الطبق وحاطه معاه الفرشه، لما بطلع بروح عايصه تاني واروح حطها، بيطلع بقى متحمر وشكله جميل جدا جدا جدا. يا رب الفيديو يعجبكم ان شاء الله، واتمنى باذن الله تعملوا لي كده شير لي وتشتركوا في القناه لايك كده جميل، وتعملوا لي كومنت جميل كده بقى زيكم كده. ان شاء الله في فيديوهاتي الجايه هتكون برضو حاجات جميله جدا جدا. بص انا هنا ايه عماله اخلص واحط دفعه مع الثانيه لحد ما اخلصه كله ان شاء الله، واوريكم بقى شكله في الاخر عامل ازاي. ارجع لكم تاني ان شاء الله. انا هنا اهو خلصت اهوت، ادي شكله العامل شكله. طبعا عاملين جنبي منه زي ما انتم شفتوا في رز، عاملين طبق مكرونه كده بسيط، واللي عايز ياكل بعيش براحته يعني. طبعا جنب منه بقى سلطه الطحينه، جنب منه المخلل اللي احنا مخللينه الزيتون والليمون. طبعا استوى بقى جميل جدا جدا. الف هنا وشفا يا رب للجميع يا رب ان شاء الله. يلا كده كومنت حلو كده باذن الله، واشتراك في القناه، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.